إنها أكبر سفينة تجارية في العالم، يوازي طولها طول 4 ملاعب لكرة القدم، تملك محرك ديزل ضخما وأطول عمود محرك. يتألف المحرك من 300,000 قطعة من الفولاذ، يجب أن تكون كل قطعة منها في المكان المناسب بالضبط. عندما تنطلق لا يتمكن شيء من ردعها. إنهم في الدنمارك يضعون معايير مرتفعة. إننا مستعدون للانطلاق. لكن خطأ واحدا يسبب كارثة لهذه السفينة التي يبلغ سعر بعض قطعها 1,000,000 دولار. لا أحد يريد أن يسبب تأخر موعد السفينة. 1، 2، 3، انطلقنا. لكن يمكن حصول أي شيء عند بناء أكبر سفينة شحن في العالم، وهي معدة لنقل حمولة تتألف من أكثر من 11,000 حاوية، أي ما يساوي بضائع تكفي لملء قطار طوله 70 كيلومترا. إذا ما قرناها بسفينة شحن قديمة فكأننا نقارن قوة ديفيد بقوة جولياث، لكن لا يتم بناء هذه السفينة الضخمة في أحواض بناء السفن في آسيا، بل في أكبر حوض صغير في الجوار. الآن يواجه سورين الشاب تحديا كبيرا، عليه أن يجمع أكبر محرك ديزل في العالم في غضون أسبوع فقط. لن يكون الأمر سهلا. هذه السفينة ضخمة جدا، تبلغ قوة محركها 114,000 حصان، وتحتوي على 5 طبقات. مساحتها أطول من ملعب كرة المضرب. المحرك كبير حتى إنه لا يمكن أن يدخل عبر الباب، المخزن فقط يمكنه ذلك. هناك عدد من الأشخاص الذين يتسكعون من جديد حول سورين. أولئك هم المهندسون الكوريون الذين بنوا المحرك. حسناً، هل نحن مستعدون؟ إنهم يريدون التأكد من أن كبير العمال الدنماركي الشاب يقوم بجمع القطع بحسب شروطهم. الآن سوف نحضر أول قطعة من المحرك الكبير، وتدعى لوح السرير. ثم سيتم وضع ما تبقى من المحرك فوق هذا اللوح. يضبط عامل الرافعة الحمولة على ارتفاع 105 أمتار، وهو يتحكم فيها 4 سنتيمترات إلى الشمال، إلى اليمين، ونحو الأسفل. يراقب الكوريون من كثب المحرك وسورين. عند نهاية اليوم كان قد اكتمل المستوى الأول من أكبر محرك ديزل في العالم. في اليوم التالي واجه سورين المتاعب. إذا لم يتمكن من إصلاح المحرك فستحدث اهتزازات في البحر وتدمره. لوحتا السرير الكبيرتان اللتان وضعهما فريق عمل سورين البارحة ليستا مستقيمتين، فهناك فرق أقل من 1 مم بينهما، لكن يعد هذا الفرق كبيرا إذ لا مكان للخطأ. هذا الفرق كبير إذ يبلغ 0.5 مم، في حين يجب أن لا يكون هناك فرق بتاتا. علينا أن نضع اللوحتين بعضهما فوق بعض تماما. سوف أهتم بالموضوع مع أكسل. في الأسفل يكافح أكسل أحد عمال سورين ليرفع اللوحات ولو قليلا عبر ضبط براغي الأساس. أنت تقصو عليها بعض الشيء، أليس كذلك؟ نعم نعم، أي شيء. إنها تتحمل أكثر بقليل، أليس كذلك؟ رفع 370 طنا لجزء من المليمتر ليس بالأمر السهل. إذا سنرفع قليلا بعد. بعد؟ بعد، نعم، قليلا بعد. سوف تجدها في مدينة أودنسا الصغيرة في الدنمارك البلد الصغير. إنه موطن الجبن الأزرق، فالدنماركيون ساروا على خطى أسلافهم بنائي السفن منذ عهد الفايكنج أو اسكندنافيين القدماء.
إنهم يتمكنون بواسطة 3000 عامل نشيط من بناء أكبر سفينة شحن في العالم في الحوض الصغير بمساعدة عمال مثل سورين يانسن. يبلغ سورين 32. كل شيء على ما يرام؟ نعم. بدأ كمجرد عامل عندما كان في 17 ثم تقدم. أصبح اليوم كبير العمال ومسؤولا عن شحن القطع الكبيرة مثل هذه الآلية الضخمة لدفع القوارب ووضعها على متن السفينة. على سورين أن يبقى يقظا لأنه إذا ارتكب خطأ واحدا فإنه سيتسبب بتأخر السفينة عن مواعيدها. هذا أكبر رصيف جاف تبقى فيه السفينة الكبيرة 45 يوما فقط، وأي تأخير في المغادرة يعني أن على السفينة المقبلة أن تنتظر حتى يخلى الرصيف. اليوم لقد تأخر سورين، لا يمكنه أن يبدأ بوضع المحرك قبل أن يحل مشكلة الوصلات التي لم يتم لحمها جيدا. مرحبا، أنا سورين، أنا موجود في الحوض في مؤخرة غرفة المحرك. لم تحسنوا لحم بعض الأجزاء، فهناك 3 فجوات صغيرة، أما المراقب فيريد أن يكون اللحام متواصلا. مفتشان يلازمان سورين في كل خطوة، إنه بحاجة إلى الحصول على موافقتهم قبل القيام بأي عمل. شكرا، كل شيء على ما يرام. يمكننا إذن أن نبدأ في وضع المحرك بعد الظهر. لم تسمى أكبر سفينة تجارية في العالم حتى الآن، إنها تعرف فقط بالسفينة 210. إنها واحدة من مجموعة تضم 8 سفن متشابهة تمتلكها شركة مايرسك لاين، وهي شركة ضخمة تعمل في مجال الشحن على مستوى عالمي. لمدة أشهر تم العمل على قطع لوحة كبيرة من الفولاذ إلى مئات الآلاف من القطع الصغيرة، ثم تم لحمها في مجموعات كبيرة تسمى كتلا. يتوجب نقل 150 قطعة من هذه القطع الضخمة لجمع السفينة العملاقة. إنها 6 صباحا، نقلت كتلة ضخمة بمثابة حاجز على متن السفينة. عرضها أكبر من ملعب لكرة القدم، ويعادل ارتفاعها ارتفاع مبنى، ويبلغ وزنها 467 طنا، أي إنها أثقل من طائرتين جامبو. إننا بحاجة إلى واحدة من أكبر الرافعات في العالم لرفع هذه القطعة. إنها رافعات مميزة تدعى رافعات جولاياث. لكن الآن بعد أن بقي فقط 4 مترات توقفت جولاياث. ثمة قوس يعوقها من التقدم ويجب حرقه. تم إنجاز المهمة بعد 3 ساعات من بدء العمل. سورين مرتبك، لن يغادر الكوريون حتى يتمكن من وضعه في المكان الصحيح. إن ألواح السرير الضخمة لأكبر محرك يعمل على الديزل في العالم لا تزال متباعدة مقدار 1 مم، أي بسماكة 4 أوراق من الألومنيوم، المكون الأساسي لتقنية التحكم في حجم المعادن، وتعرف بعملية تقليص حجم المعادن. تجميد تلك الكتل يقلص حجمها، فيسهل إدخالها في مكانها، ثم تتمدد إلى حجمها الطبيعي عندما تلامس المعدن الساخن. الطريقة تضمن اندماج القطع. سوف يستخدم سورين الكتل المجمدة ليربط التروس بالعمود المرفقي للمحرك الأساسي. في المرة المقبلة تتوقف عندما أصرخ. حسنا، سأفعل. سأتوقف عندما ترى أنها في المكان الصحيح.
لديهم ثوان لوضع الكتل المجمدة في مكانها، لهذا يجب أن تكون عملية التمرير من مجموعة من أدرع الماكينة إلى الأخرى دقيقة. صنع في الدنمارك. في هذه الأثناء يتابع الفريق بناء أكبر محرك ديزل في العالم. هذه القطعة الثانية والأخيرة وهي أسطوانة ظهر المركب. يتطلب وضع قطع المحرك الكبيرة التعاون. يساعد عامل الرافعة مراقبان لإرشاده في نقل الحمولة التي يبلغ وزنها 300 طن، فهو لا يستطيع أن يرى شيئا من مكانه بل يتبع التعليمات. عند إشارتي تقدم قليلا باتجاه الغرب. إلى الغرب؟ نعم، لقد تقدمت كثيرا، عد قليلا باتجاه الشرق. عندما يتطلب الأمر التقدم بعض الأمتار فيجوز الخطأ. تتوقف الرافعة لكي يتمكن الاختصاصيون الكوريون من وضع اللحام الذي سيرتكز مشكلا الحشية عندما يتم إنزال قطعة المحرك. فقد يظهر عطل ما في قطعة من ملايين القطع التي تشكل السفينة من المعايير والأنابيب والصمامات والمضخات. سيتم أولا اختبار المحرك. تنتظر السفينة الآن أربعة رجال للفراغ من العمل. حان وقت الحقيقة بعد 20 دقيقة. لنأمل أن يصبح كل شيء على ما يرام. المحرك يعمل. إن رؤية عمود المحرك وهو يعمل بعد وقت طويل من التعب أمر مدهش. سوف يتفحص سورين كل التفاصيل على طول عمود أطول محرك في العالم. يبدو الأمر جميلا. الوقود وكل شيء نظيف، هذا رائع. إن داخل المحرك زلق ويتقطر فيه الوقود، لكنها الطريقة الوحيدة للتأكد من أنه لا توجد أي قطعة تلامس قطعة أخرى أو تزيل عنها القشارة وتنحتها أو تحتك بها. أما الآن فإن سورين يواجه أصعب مهمة وهي رفع الدافع. إذا أخطأ فسيتسبب بتأخر السفينة، وسورين يدرك هذا الأمر جيدا. بعد 2.5 أسبوع تتخذ أكبر سفينة تجارية في العالم شكلها النهائي في حوض أودنس ستيل في الدنمارك. الآن يواجه الشاب سورين يانسن أصعب مهمة. إذا أخطأ في رفع الدافع فسيتسبب بتأخر السفينة. يبدو أننا سنرفعه صباح يوم الاثنين عند 6:00. نعم، سوف نكون مستعدين، هذا رائع. بدأ فريق سورين العمل منذ 4 صباحا على تنظيف أنبوب المؤخرة. إذا بقيت أي حبيبة رمل فسوف تتلف العمود. تبدو الأمور جيدة كالعادة، لقد أحسنوا العمل ونحن سعداء جدا بالنتيجة. سمح كلا المفتشين لسورين بمتابعة العمل. رائع. عليه الآن أن ينجح في الخطوة التالية، لأنه إذا اقترف خطأ واحدا فسينتهي الأمر. سوف تتأجل الرحلات التجريبية. إذا أحدثنا ضررا في قطعة ما عندما نقوم بهذا العمل فسيكون الحوض في وضع سيء، لأننا لا نملك قطعا احتياطية من الحمولات والأعمدة.
تتركز الآن كل الأعمال داخل السفينة. يتهيأ فريق عمل سورين لإدخال عمود الدافع الذي يبلغ وزنه 105 أطنان عبر أنبوب المؤخرة وفي السقيفة. سيتم وصله وإدخاله ثم حله والتأكد من أنه مستقيم، ثم ينظف آخر متر من جديد في كل مرة، وستتكرر هذه العملية 10 مرات. بعد ساعتين يستطيع سورين أن يسترخي. لقد تم إدخال عمود الدافع من دون إحداث أي ضرر. إنه في المكان الصحيح، انتهينا. لقد زال الضغط الآن عن ضابط الجدول كريستيان. لقد اجتازت السفينة 210 مرحلة أخرى. لقد فرغنا من المرحلة الحرجة من بناء السفينة، ويمكننا الآن أن نهدأ قليلا. سوف يعلقون اليوم الدافع. هذا أكبر دافع في العالم، صنع في ألمانيا، ويبلغ عرضه 9.5 أمتار ووزنه 132 طنا، ويساوي أكثر من $1,000,000. أغلبية القطع التي أستخدمها في السفينة هي الكبرى في العالم والأثمن. عليك أن تعامل هذا الدافع كما تعامل زوجتك. نعم، بل أفضل. اخفض 3، ارفع 3، نعم 3. يشكل وصل براغي الرفع عملا بحد ذاته. لن يطمئن سورين حتى يفرغ من رفع الحمولة، فلا مجال لإحداث ضرر في الدافع. هل أواصل التوجه نحو الجنوب؟ إن عملية الرفع معقدة، يجب توجيه الدافع 90 درجة بهدوء بشكل مستقيم. لا، ابقى مكانك. تجري الأمور بسهولة. كان هذا عملا جيدا. الآن وقد أشرقت الشمس، وإذا بسورين يواجه أصعب اختبار، وهو ربط الدافع بالعمود. لا مجال لإحداث ضرر في أي من القطعتين. فما من قطع غيار لتلك التي تساوي $1,000,000. لن يطمئن سورين قبل أن ينجز هذا العمل. توقف، هذا ممتاز. مع مرور كل أسبوع يتضح شكل أكبر سفينة تجارية في العالم. سوف تمتلئ عما قريب بحاويات الأثاث والألعاب والتلفزيونات والكاميرات الرقمية. لن يعلن أحد عن عدد الحاويات التي سوف تشحنها السفينة، فهذا يبقى سرا تحتفظ به الشركة، غير أن التخمينات تقول إنها ستحمل 15,000 حاوية.